هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غران توب شوب. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم واش قالوا الناس زمان في موسمه الثاني. كما العادة برنامج واش قالوا الناس زمان يهتم بالتراث الشفهي، التراث الشعبي الجزائري الأصيل. هذا الموسم اخترنا لكم الألغاز الشعبية إحياء للتراث الجزائري. دائما راني هنا متواجدة في المركز التجاري لغران توب شوب بمدينة الورود البوليدة، هنا نتلقى بكم نعطيكم اللغز تاعي تاع نهار اليوم اللي يقول قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. يلا مشاهدينا نروحوا نجولوا في المركز التجاري لغران توب شوب، نتعرفوا على المشاركين تاعنا تاع نهار اليوم الفائزين بالاضافه الى جواب لغزنا لنهار اليوم قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. يلا تابعوا معي. السلام عليكم. السلام ورحمة. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راك مع رمضان؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. منين جيتنا؟ من بليدة. الله يبارك. بليدة كيفاش في رمضان؟ زاهية دائما؟ لاباس الحمد لله. بيان سور شربت بوفارك، يعني الولايات كاع يصبوا عندك. بيان سور توجور سيرتو بوفارك. بارك ربي يدوم ان شاء الله، يدومها عليكم ان شاء الله نعمة. أنا راح نعطيك لغز. إذا جاوبتني صحيح لغران توب شوب ومجمع سيمي يهدوا لك هدية، ما جاوبتنيش أيضا عندك هدية. اللغز تاعي تاع نهار اليوم يقول قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق أختي. هي الإجابة؟ ما عنديش إجابة. قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق أختي، حاجة ناكلوها. والله ما عنديش. ألو. حاجة ناكلوها ومن الفواكه. ها؟ الفواكه. عاودي لي. قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي، هي حاجة ناكلوها يعني من الفواكه. اوكين ايدي. حتى من الفواكه قربت لك خلاص. معليش يعطيك الصحة أنك شاركت معنا. مجمع سيمي يهدي لك هدية. أعطينا الكيس من فضلك. نعم تفضل. أعطيكم الصحة. ميرسي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أختي، واش راكي لاباس بخير؟ الحمد لله بخير. لاباس الحمد لله يا ربي. واش راك معايا؟ يسلمك. واش راك مع رمضان؟ الحمد لله يا ربي، شوية يغلبني في النهار. يغلبك. سلام. يا الحمد لله يا ربي. مور فطور نتسقمو حنا يا أخي، تعرف الشعب الجزائري. لا لا عجبني ناشط. لا مور فطور باينه باللي ان شاء الله ربي يقدرك. مور بالالغاز بالمحاجيه تاع زمان. يا كان تيلي شارجي لعبه تاع وصله في تليفوني، من ذاك عندي شويه فيد. تكون في تليفوني يعني ابليكاسيون بصح باللغه العربيه فصحى. كلمه متقاطعه. تكون عباره عن الغاز. ما احيانا الغاز منها شويه ثقافه عامه، شويه صوالح بزاف تعلم فيها من الواحد. برنامجي في الغاز يعني شعبيه تاع التراث الجزائري القديم، وانا راح نعطيك لغز وانت ما عليك الا بتجاوبني. جاوبني، اذا كانت اجابتك صحيحه راح نهدو لك هديه قيمه. هديه اختي. حاب تعرف شو هي الهديه؟ وي. عندك ليكتور دي في اكس ولا فرن كهربائي مهدى من توب شوب ومجمع سيم. الله يربي اختي، نبداو ان شاء الله على ربي. اللغز تاعي تاع نهار اليوم يقول قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. بروكيتيني اختي. لا حمو فيها شويه. بروكيتك. تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. وانا اللغزي باش تخم. كاش عفسه هكا في فري. صح، هي اكل تؤكل. هذا اقصى تقريب، ما عندي حتى تقريب واحد اخر. تؤكل.
صداقي تحت ركبتي فيها قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي صداق اختي قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي ما كاين يدي اختي بلا غير ما لقيتهاش حتى في الاكل ما مسيش وانا نخدم شغل في الاكل هيت نلقى حاجه قدرتي تحت ركبتي نو هيت باش تلقى حاجه تحت ركبتي نقول لك قلت لي الاكل ما قدرتش نزيد نخمم فيها وتقلع نهار صيام ازير ما رفطار معليش يعطيك الصحه انك شاركت معنا اليوم الكرون طوب شوف يهدي لك هذه الهديه تفضل يعطيكم الصحه ان شاء الله تنجحوا ان شاء الله اختي الله يعطيكم الخير الله يسلمك شكرا على المشاركه يسلمك دائما مع لغز اليوم قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي يلا مشاهدينا نشوفوا المشترك الثاني لانه حد الان مازال ما لقيناش الاجابه الصحيحه ظاهر انه لغز صعيب مليح باش نعاودوا هكذا باش نعاودوا نعطيكم الاجابه تعرفوا الاجابه ونحيوا في نفس الوقت التراث الجزائري الشعبي الاصيل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شو راك لاباس؟ لاباس الله يحفظك الحمد لله. منين جيتنا؟ من البليدان اسمه البليدان. الله يبارك. قول لي في بليدان انتم موالفين بالقعده تاع والسهرات واللمات وسط الدار يعني مازالكم محافظين على هذاك التراث ولا شويه ماشي بزاف علاش ماشي بزاف ماشي بزاف تبدلت هذا حاله تقدمت شويه ماشي كما كنا بكري دوكا كل واحد بدلك راك تشوفي رانا هنا في سيبيريت اون برينسيپ نروحوا عند فامي انا قاعد في سيبيريت يعني صرتوا وقت دوكا ولا ما كاش الوقت الناس دائما خدامه السرعة تكنولوجيا يعني ما كاش وقت انك حتى تزور الناس منين ذا صح زمان كنتوا ديروا لمات هكذا تلعبوا المحاجيات مع والديكم بيان سور كنا يعني شويه على هذاك الوقت هذاك الوقت كنا صغار كنا نتلاقاو بين العائله باسكو كانت تلفزيون تشعل غير جوج سوايع كنا نتلاقاو في الليل النهار كان طويل ما كاش باش تعمري وقتك كنا نتلاقاو مع العائله ونقعدوا نقصروا بين الوالدين وبدا نحكي حكايات نقولوا الغاز كذا كفرق كبير على ظرف بكري كانت خير احسن كانت كاين كونتاكت بين العائله ودوكا رانا سمعت كلش سمعت شويه معليش انا راح نعطيك لغز نتاع الغاز ناس زمان اذا كانت اجابتك صحيحه راح ندو لك هديه قيمه ما جاوبتناش صحيح عندك ايضا هديه رمزيه لغز تاعي نهار اليوم يقول قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي حاول فقط حاول كفر كفر صغير كفر ويج كفر تاع بكري كان ولا فاليز لا 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 قدرتي تحت ركبتي صداقي وصداق اختي صداقي وصداق اختي شي مهم انك شاركت معنا الكرون توب شوب يهدي لك هديه تفضل بارك الله فيكم يعطيكم الصحة ونشكر قناة البلاد وبارك الله فيكم مع السلامة تهلا في روحك صحة فطورك سلمك مساء الخير مدام مساء الخير واش راكي لاباس؟ صافا الحمد لله واش راكي مع رمضان؟ صافا مع طياب لازم طياب قولي لي منين جيتينا؟ جينا من تيبازا طيب راك تيبازا ماشي بعيدة راكي قريبة ما عرفتينيش بالأمير كتكوت أمير أنا بالنسبة ليا أمير صغير محمد الياس ما شاء الله محمد باي سكر ما شاء الله عليه ربي يحفظه ان شاء الله مدام موفى بالقعدات اللمات المحاجيات الغاز شويه معليش انا اليوم راح نتستيك معليش برنامجي انا تاع الغاز الغاز الشعبيه تاع زمان نعطيك لغز اذا كانت اجابتك صحيحه عندك هديه قيمه ما كاش اجابه عندك هديه من قبل مجمع سيم يهديها لك اللغز تاعي تاع نهار اليوم يقول قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي قدرتي تحت ركبتي اوكين ايدي حاولي حاولي يما وبابا يما وبابا مانيش عارفة قدرتي تحت ركبتي محمد الياس اللي جاوبنا
قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي صداق اختي او يضحك او يضحك او يضحك. حاولي معنا مدام. قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي صداق اختي. إجابة؟ كاش. صح مدام انك شاركتينا وشفنا محمد الياس. سيم يهدي لك هذا الكيس اللي فيه كل منتجات سيم. يعطيكم صحة، ربي يسهلكم إن شاء الله في ليميسيون تاعكم، وصحة رمضانكم، وصحة فطوركم. شكرا جزيلا، مع السلامة. سلامة. السلام عليكم. السلام اختي، لاباس؟ خويا لاباس؟ الحمد لله. منين جيتنا؟ سوق هراس. سهلة، واش راك مش راهم ناس سوق هراس؟ والله نعمة ورحمة. كيفاه من سوق راس البليده؟ ظروف عامل له. يا ربي يوفقك ان شاء الله ويا ربي يقدرك. صافا، كيفاش مع رمضان؟ والله يا رحمه، شهر رحمه هذا، شهر رحمه. كيفاش في سوق راس؟ احكي لي على رمضان. لا عندنا احنا سوق راس عنده نكهه خاصه. في نورمال، الواحد كيكون في بلاده دائما نكهه خاصه، باش كيما يبدل. مانيش نفخر كي راها بلادي، بس فيها عندها شارم سبيسيال سوق راس. والله حبي يقول لازم نروحوا نشوفوها في رمضان. مرحبا بكم. يسلمك، ميرسي بوكو. مولف بالالغاز، محاجيات، مولف ولا لا؟ من ذا نعرف شو. يا خلاص، ما انا راح نعطيك لغز، اذا جاوبتني صحيح راح نعطيك هديه. مام لما جاوبتنيش نعطوك كادو. يا خويا احنا بالمناسبه نسلموا على ناس سوق هراس. ومين سوق هراس بالضبط؟ رباحي نوار. صح، كارتي رباحي نوار. بالمناسبة احنا نبلغوا تحية للمدير المسؤول التركيب ميسو، لأنه هو أيضا من سوق هراس، احنا ثانيين نبلغوا له تحية. اللغز تاعي تاع نهار اليوم يقول: قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق أختي. حبة رمان؟ لا. كيفاش عرفتي بلي حبة رمان؟ باينة هذي تجي شارجي. هذيك هي فيها صداقي صداق. هذاك هو اللي فيها صداقي صداق. صح، الإجابة صحيحة. ربحت معنا هدية. الآن مشاهدينا كانت الإجابة صحيحة بالفعل، هي حبة رمان. نروحوا للجناح باش نسلموا له الهدية تاعو. كالعادة بقوا معنا، نتلاقى بكم بعد حين. مبروك عليك خويا، ربحت معنا انديفيكس مهدا من المركز التجاري لجراند أوبشن. الله يبارك فيكم. نتقدموا بتحياتنا ليكم انتم بالدرجة الأولى، والمجمع توب شوب، ومجمع السيم، وقناة البلاد اللي صارت على تنفيذ هذه الحصة. وكذلك بمناسبة شهر الفضيل نقدموا أخلص التهاني للأمة العربية الإسلامية ككل، والشعب الجزائري بصفة خاصة، ونتمنوا ناس سوق هراس بصفة خاصة. بصفة أخص وأخص هذاك. ونطلبوا من ربي يبقي علينا الستر والفرات، وبارك الله فيكم. بركة. احنا نطلبوا منهم فقط يقدمونا الهدية. أعطيني، تفضل. شكرا، تفضل. السلام عليكم الحاجة. السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. واش راكي مع رمضان؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. رمضان يجيب بركة تاعو. كل عام بركته. الحمد لله. رمضان كيفاش ما فاتفوتيه يعني في بليده؟ كيفاش فيه سهرات نتلاقاو يعني فيه أقارب تشوفوا؟ سهرات وباينين، في النهار شغل، وفي الليل نخرجوا نسهروا، نشرو حوايج العيد. الأقارب شوية نقصوا مش كيما كانوا. علاش؟ لأنه شهر الفضيل يعني هو صلة رحم. الناس نسات هذه صلة الرحم، نساتها، تخلي الهاتف، نحى كلش، تكنولوجيا نحت كلش. الحمد لله. الحمد لله، المهم كي جينا نسقسوا على بعضنا تجدني وما فيها، إن شاء الله. الحاجة، أنا برنامجي يهتم بالتراث، يعني كل ما هو تراث شفهي، أنا حنعطيك لغز، إذا كانت إجابتك صحيحة راح نهدي لك هدية. وإذا ما كانش عندك إجابة أيضا نهدي لك هدية، إن شاء الله. اللغز تاعي تاع نهار اليوم يقول: قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. قدرتي تحت ركبتي فيها صداقي وصداق اختي. حبه رمان. كيفاش عرفتي بحبه رمان؟ عارفه. مشرجيه بزاف الحبات حموره فيها.
فيها صداقي وصداق اختي. يعطيك الصحه على حاجه شفتي فربحتي معنا اليوم هديه. نروحوا معك انا للجناح باش نسلموا لك الهديه نتاعك ان شاء الله. اذا مشاهدينا كانت هذه هي الاجابه الصحيحه، نروحوا معها باش نسلموا لها الهديه نتاعها. ابقوا معنا نتلاقى بكم بعد حين. مبروك عليك ربحتي معنا اندي فيكس مهدى من المركز التجاري لجرون توب شو. بارك الله فيكم، ربي يجازيكم، كل عام انتم بخير ورمضانكم بالصحه لهنا بنتي. شكرا جزيلا. احنا نطلبوا منهم يقدموا لك الهديه نتاعك. تفضل تفضل. مبارك عليك. يسلمك. شوف الكاميرا. مشاهدينا وصلنا لختام عدد اليوم، مبروك لكل الفائزين اللي شاركوا معنا وتحصلوا على هدايا من قبل مجمع سيم وكذا المركز التجاري لجروب توب شوب. انا نتلاقى بكم في العدد المقبل بحول الله. صحه فطوركم، صحه شربتكم، سهره ممتعه مع بقيه برامجنا. مع السلامه. هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غران توب شوب.